سلام مشاهدينا، اليوم جبت لكم واحد الطبق اللي بزاف ديال الناس كيبغيو يستعملوه في المناسبات، بحال دابا الليله ديال 27. بزاف ديال الناس كيبغيو يديروا الكسكس بالتفايه. ان شاء الله غادي نوريكم المقادير. معانا كاين القزبر هنايا، كاين الابزار، كاين سكنجبير، معلقه ديال المليحه، الخرقوم البلدي، هنايا جوج ديال حبات ديال المطيشه، هنايا جوج حبات ديال البصله، هنا الكسكس ديالنا، هذه الزيت الروميه مخلطه مع البلديه، والقياس ديال الحمص، والدجاج ديالنا هاهو كيف شفتوه، والخضره هاهي راه واجده وعلى بركه الله. هاهي الكوكوط ديالنا، بسم الله. غادي نديرو الدجاج، غنديرو الحمص، غنديرو الكزبر، هاهو كيف شفتو معانا هنايا، هاهو الإبزار والسكنجبير، الزيت ديالنا هاهي مخلطة، الملح ديالنا والكركم، أو مطيشة، كلشي البنات غادي تخويوه في خضرة وغتخليو داكشي يتقلى مزيان. هاهي البصلة ديالنا حتى هي خويناها، وغادي إن شاء الله بإذن الله غادي نشحروها مزيان وغادي نسدو عليها حتى تهبط ديك البصلة، وان شاء الله غادي نوريكم من اللوح الخضره ان شاء الله الطريقه الثانيه، وعاد نوريكم المقادير ديال التفايه يعني الزبيب بالبصله. هانتوما البنات الكسكسو، ها هو دابا صوبتو فزكتو درت له شويه ديال الزويته، هانتوما كي شفتو الاختيار كيبقى ديالكم، يعني الا بغيتو كسكسو رقيق اللي كيبغي متوسط اللي كيبغي غليظ. ودابا غادي نمشيو للمرحله الثانيه اللي هي التفايه. هانتوما كي شفتو هنايا البصله، هانتوما الشي كي كنديروها، كنديروها رقيق هكا طويله ورقيقه، والمقادير ديالها هانتوما كنديرو السكر، القرفه مطحونه، والعواد هادو غير كنلوحوهم، عندنا هنايا شويه ديال الابزار، سكنجبير، الخرقوم البلدي، والمليحه، وشويه ديال قزبور معدنوس، وهنايا كي شفتو معانا البنات الزبيب هو راني فزكتو، غنحيدوه من الماء وغنلوحوه في البصله. وهذا اللوز هذا بالحق للتزيين، تعال الاخر ان شاء الله باذن الله وغادي نديروه في التزيين، غنديروه في الماء وغنقليوه وغنديروه حتى هو في التزيين في الاخر. المهم كي شفتوه معانا هنا على بركه الله، هانتوما غنديروا السكر، القرفه، عواد، الطحونه، القزبور، والعطريه اللي قلت لكم حتى هي كلها غادي نخليها، ايوا غنخليوها البنات دابا تشحر مزيان بالزويته الروميه، ما تنساوهاش حتى هي تزيدوها، وتبقاو تصوطيو البصله مزيان مزيان حتى تنزل. منين تنزل ديك الساعات غادي نخويو الزبيب ونخليوه يطيب على الخاطر، وان شاء الله راه غنوريكم الطريقه. هانتوما كي شفتو معانا في الاول المقادير اللي درنا ديال الكسكسو، ها هي البصله غطات مزيان، ها نتوما البنات شتيو. دابا ان شاء الله غادي نبللو، غنديرو البلول وغنلوحو الخضره ديالنا، الخز والخضره البنات كيبقى الاختيار ديالكم اي حاجه كديروها في الكسكسو. ها نتوما البنات كي شفتو معانا كيفاش درنا البصله، ها هي كتصوطها دابا مزيان كيف شفتو، هاهي صوطيناها، غادي نبداو نخليوها هكا حتى تنزل. ودابا غنزيدو عليها هاد الكمية ديال الزبيب اللي قلت لكم، هاهي كتخويوها وكنحركو. هاهي البنات دابا صافي، وغادي نزيدو الماء،
كميه واحده غادي تزيدوا وغادي تسدوا عليها، ديروا عليها الغلاقه وتخليوها. ديك الساعات غتلقاوها بلا نزلات وغتبقاو تحركوا غير بشويه، غتنقصوا عليها العافيه وتبقاو تحركوا حتى تحسي بالبصله هي والزبيب بدات تتعلق صافي، وتبقاي تحركي حتى تعلق مزيان وتشرب داك الماء صافي. وديك الساعات غادي نوريكم ان شاء الله الطريقه الاخرى. هانتوما البنات بيدما درنا البصله طابت وطات مزيان كيف كتشوفوا هي صافي. دابا غادي ان شاء الله غادي نخويو الماء، الكميه اللي غادي تكفيكم ديال الماء احنا خويناها. نحركو وغادي نديرو دابا الخضره، اللوح الخضره اللي كتلاح في الاول. انا كندير الطريقه ديالي، ماشي مشكله البنات تخدموا على الطريقه ديالكم، المهم انا كندير لي شو الخيزو. ها هو كنلوح اللفت ها هو صافي، وكنسد عليه حتى كي كيطيب مزيان، حتى هادو البنات كيشد الطياب بزاف. وديك الساعات عاد في المرحله الاخرى غادي نلوحو القرعه الحمراء والخضراء. وها هو الكسكسو ديالنا كيف شفتو هنايا، ها هو ها هو راه صاوبتو مزيان. دابا راه غديرتو في الكسكاس، غادي نديرو باش يفور الفوره الاولى. وهذه التفايه ديالنا ها هي، ها هي كطيب، ها هي البنات كيف كتشوفو معنا، ها هي ان شاء الله هي غادا في طياب. وخليوها ان شاء الله حتى المرحله اللي الاخرى اللي غادي تشوفها ان شاء الله كيفاش كتولي. كيف ما شفتوا مشاهدينا دابا هنايا درت كاسرونه، ها هي درت فيها الزيت، ها هي كتسخن، منين تسخن ان شاء الله باذن الله غادي ندير ليها اللوز. ها هو لا درتو في الماء تتسلق، ودابا ان شاء الله غادي نديرو في الزيت حتى يتحمر مزيان باش نديروه للتزيين. وهنايا راه هانتوما كي شفتوا ها هي بدات البصله ديالنا كتنزل مزيان، وحنا غنبقاو على نستمروا على هذه الطريقه هذه. صافي نبقاو نخلطوا كتهبط البصله. الا شفتوا البنات البصله شربت مزيان غتزيدوا فيها واحد شويه ديال الماء. ها هو كيفشو معنا هنايا الكسكسو ديالنا، هو كيفور الفوره الاولى، وان شاء الله غادي نديرو ليه الفوره الثانيه. وهذه الفوره الاخيره ديالنا ها هي، لما عطيناها الماء مزيان هكا خليو حتى كيشرب الكسكسو ديالنا. وغادي نزيدو عليه الزيت، انا كندير الزيت البلديه. صافي وكنخلطوها مزيان باش كيشرب، وعاد كنديروه يفور ان شاء الله. البنات غينا الاعجاب ديالكم. وهنايا ها هو اللوز ديالنا خليت في الزيت كيتقلى وغيتحمر مزيان، وغادي نحطوه في الاخير في الزيت. هانتوما البنات غديروا ليه العافيه مهيله باش ما يتحرقش لينا، باش يبقاو داك السفوريه مدهر. حليت على الخضره الاولى، غنزيد واحد الكميه ديال الماء باش نلوح الخضره الثانيه. انا كنخلي هذه حتى الاخير القرعه. هانتوما البنات القرعه انا عاد لوحها، القرعه الخضراء صافي كنلوح كلشي. دابا انا كندير واحد الطريقه باش كتبقى لي المرقه خاطر، هي حك ديال المطيشه. اللي بغى يديرها البنات يديرها، اللي ما بغاش يدير كيبقى داك الاختيار ديالو. وصافي وغنسدو عليها دابا طيب لينا الخضره ان شاء الله. عطاكم التقديم كيف ما شفتو
مشاهدينا، كنتمنى ان الطبق ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموني وديروا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.